مواد كيميائية خطيرة عم نتعرض لك اليوم بالبيت بالشغل على الطريق حتى بأكثر الأماكن خصوصية خطر حوالينا. 167 مادة كيميائية سامة تتعرض إلى النساء يوميا بسبب أدوات التجميل. الحمرة فيها رصاص، الأيلاينر فيه كربون أسود بيؤدي للسرطان، فاونديشن فيه أستينوكسات بيأذي الغدد الصماء والغدة الدرقية. كل أدوات الحلاقة والشامبو والصابون اللي منستعملهم يوميا فيهم 80,000 مادة كيميائية ممكن تؤدي لتلف وانخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال. بالبيت أدوات التنظيف بتحوي على 550 مادة كيميائية حتأذي الجلد وتعرضك لبخار بسرطن خاصة عند خلطهم. ما فينا نبطل نستعمل هالمنتجات، بس فينا ننتبه ونخفف. بسبب البخار الناتج عن أدوات التنظيف 4 أطفال ماتوا ببوستن. انتبهوا عولادكن.